اللحمة غليت واللبن غلي والبيض غلي وكمان الفراخ غلي، وكمبادرة مننا كأطباء بيطريين بنحاول نلاقي للمواطن المصري بدايل أرخص كمان يقدر ياخد منها مصدر للبروتين مغذي ومفيد. وعشان كده هنحب نتكلم معاكم النهاردة عن بديل صحي ومفيد ورخيص للفراخ وهو السمان. وقبل ما نتكلم معاكم عن السمان وبيض السمان نحب نشكر دكتور حسام خفاجي صاحب المبادرة. دلوقتي خلينا عارفين ان السمان اولا سعره ارخص من الفراخ، كمان السمان مهدور حقه جدا يا جماعة لانه هو بديل مغذي جدا جدا. السمان فيه بروتين اعلى من الفراخ، فيه كوليسترول اقل من الفراخ، فيه دهون اقل من الفراخ، تخيل كمان ان هو فيه نسبة اعلى من الفيتامينز زي فيتامين B12 وفيتامين A. يعني السمان غني ومفيد وفيه دهون اقل وكوليسترول اقل، في احسن من كده؟ طيب ايه رايكم كمان لما نربي السمان عندنا في البيت؟ دوره السمان سريعه جدا من 25 ل 30 يوم، تخيل كده 25 30 يوم تبدا يبقى عندك مصدر للبروتين جوه البيت. طيب هنقدر يبقى عندنا دلوقتي تربيه وهنبدا يبقى في مصدر دخل وكمان يبقى في مصدر بروتين واكل. طيب هيبقى عندنا مشاكل في التربيه، أقرب دكتور بيطري جنبك ممكن تستشيره ويساعدك في إزاي تربي السمان ده وإزاي تقدر يكون عندك مصدر للبروتين. طيب 25 ل 30 يوم الدورة قصيرة جدا، السمان ده بياكل نسبة قليلة جدا من العلف أقل من الفراخ، ممكن كمان 15 يوم ياكل علف و15 يوم نحمص له عيش ونضربه في الكبة وياكله، وكمان نستفيد من البيض. السمان بيبيض حوالي 320 بيضة في السنة، تخيلوا بيضة صغيرة بس شبه البيض البلدي، كمان مليانة فوائد. مقارنة ما بين بيض السمان وبيض الفراخ، بيض السمان فيه نسبة أعلى من الحديد، نسبة أعلى كمان من الفيتامينز والرايبوفلافين، يعني بيض السمان مغذي وفيه قيمة غذائية ممكن تكون أعلى من بيض الفراخ. فليه ما ناكلش بيض سمان وليه ما ناكلش لحم سمان طول ما هو قيمته الغذائية عالية وكمان لحم صحي، لا هيزود الكوليسترول ولا هيزود الدهون ولا كمان سعره غالي، يعني سعره في متناول الإيد.